أما الآن أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجي برأيك سارة. شكرا رجائي وحكمة. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 189 الصادر بتاريخ 1 يونيو من عام 2023. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. وخلال اللقاء أكد الملا أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي ومشروعات القيمة المضافة، مشيرا إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 7 مليارات و200 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.70 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما أدى لمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا مسجلة 83 دولارا و67 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا لتسجل 78 دولارا و22 سنتا. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو. جاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم. Per svelare il bluff di Hamas che non ha alcun interesse per la causa palestinese e lavorare seriamente sulla soluzione strutturale del problema palestinese e questo è, diciamo, quello che io sto portando chiaramente nei vari organismi. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى رجاء وحكمة. شكرا جزيلا سارة.